النهارده بصراحه انا شخصيا نازل لان انا مش شايف سبب قوي يعني لهذا الخلاف الجامد. الموضوع في 20-25 ماده المفروض كان يقعد مع الناس يشوفوا ايه اللي هم عاوزينه ونخلص وننزل نستفسر على دستور الناس كله متوافقه عليه. بلاش 100% 90% يا سيدي. انما واضح طبعا كده ان الشعب اتقسم اتنين، نص اخوان وسلف ونص تانيين. لو سجلت مع الناس دي هتلاقيهم قد ايه كارهين الاخوان والسلف، لو رحت سجلت مع الاخوان والسلف هتلاقيهم قد ايه كارهين الناس دي. وكراهيه وصلت في كل بيت وفي كل مكتب وفي كل اداره وفي كل حته في مصر. حرام عليه يعمل كده. نازل عشان عايز لعل الدستور، لان الدستور باطل وبتاع الاخوان فقط. مفيش حد اشترك في الدستور من الشعب المصري. والتيار الاسلامي هو دلوقتي اللي بيحكم مصر. انا شايفه ان في خطر شديد جدا على هذه البلد المتدينه بطبعها، واسقاط دوله مرسي ودوله الجماعه الاسلاميه واجب على كل مصري، لان احنا في خطر، لان هم جزء من نسيج الشعب المصري. انا دلوقتي مهدده في الحي بتاعي، انا مهدده من جيراني، انا مسلمه كنت او مسيحيه، فانا مش حاسه بامان في بلدي طول ما ان الحكم المتشدد المتسلط اللي بيمثل فصيل سياسي واحد هو اللي بيحكم. علي مرسي في الاسوار، علي مرسي في الاسوار، الشعب خد القرار، الشعب خد القرار. يا جابر يا بطل، يا جابر يا بطل، دمك بيحرر وطن، دمك بيحرر وطن. يا مبارك قول لي مرسي اسم سنه بعد الكرسي. كل ما بيجوا يتكلموا يقولوا الناس اللي نازله بتعارض الشريعه. احنا بنثبت لهم ان احنا مع الشريعه، بس اعمل دستور يليق بمصر. موضوع الدستور ليس له علاقه تماما بالعقيده، وما ينفعش حد يفزع حد يقول له ده اللي يقول نعم يبقى مع الاسلام وده يبقى. فنحن نازلين الشعب المصري كله باختلاف انتماءاته يؤكد على انه متمسك بالشريعه وان مصر هي قبله وعقل العالم الاسلامي. ما حدش مختلف على كده.